خلقت الظلال لنا الظل الذي يظهر عندما يحجب الضوء هو أحد الدلائل الواضحة على دقة الضوء من الحقيقة أن تلك الظلال هي شيء أساسي لنا. بدون الظلال لما عرفنا ما استطعنا إدراكهم إطلاقا. وجود الظلام لما كان هناك في الضوء الساقط على الأشياء وتحول كل شيء إلى مسطح أسود دائم يسقط على الظلال. كشف الله تلك النعمة ونعم بها القرآن في قوله الحمد لله والأرض وجعل سورة الأنعام. الكفاءات المادية للكون الذي نحيا فيه الاتزانات من أجل حياة البشر من أجل نشر مع كوكب به ترى الأصل المادية للكون من لو أخذنا اعتبار بروتينا واحدا على سبيل المثال لنا تعقيدا يحير أخذنا اعتبار تخليق البروتين تترك المعرفة بتلك العملية وروي فارغسي سيرة